الفيديو ده انا عامله سريعا كده لاي حد في ثالثه ثانوي. والله العظيم انا مش مرتب الكلام حتى اللي انا هقوله في الفيديو ده، انا جاي بس اتكلم عن ثلاث حاجات مش هتكلم عن غيرهم، واللي يثبت لك ان انا حتى كمان مش مركز في الفيديو ده ان انا اصلا مصوره بعد تصوير حلقه من البرنامج اللي انا عامله. مهم عشان ما اضيعش وقتك، ثلاث حاجات ركز عليهم عشان تقدر تنجح بسهوله وتقدر تعيش السنه ديت وانت مرتاح، وما تقدرش ان انت يعني تحس انت بتعمل مجهود جبار. اول حاجه لازم تحدد هدفك كويس او تعرف انت ليه اصلا في ثالثه ثانوي. كل واحد ليه اجابه مختلفه في الموضوع ده. واحد مثلا ممكن يكون هدفه انه مثلا يكون دكتور، او واحد مهندس، او واحد مثلا يكون هدفه انه يكون مثلا يخش كليه سياسه واقتصاد، ايا كان بقى انت في علم ولا ادبي او حتى علم رياضه او علم علوم. حتى لو انت ما عندكش هدف خالص ولسه ما انتش عارف مثلا انت عايز ايه، خلي هدفك انك تجيب مجموع عالي. في واحد هدفه مثلا ان هو مجرد بيضيع وقته، مفيش مشكله، ده يعتبر هدف برضه. المهم انك لازم تحدد هدفك بوضوح، عشان على الاقل طول ما انت محدد هدفك فانت كده راسم الطريق اللي انت ماشي عليه، لكن طول ما انت ما انتش محدد هدفك فانت عمال بتضبش كده وعمال ماشي في اكتر من طريق ومش عارف انت بتعمل ايه ولا حتى عارف انت عايز توصل لايه. ليه لازم تحدد هدفك؟ عشان لما يوصل عليك وتحس ان انت في ظروف صعبه وخلاص، تحس ان انت خلاص اللي هو ايه، انا مكسل، زهقان، ماليش نفس، درجات وحشه، كل الكلام ده، تفكر نفسك انت ليه اصلا في السنه ديت. ان انت مثلا عايز تكون دكتور، فلما انا احط الهدف ده قدامي كده هكتشف ايوه ان انا لازم اتعب واضغط على نفسي عشان اوصل للحاجه اللي انا عايزها ديت. لكن طول ما انت ما عندكش هدف محدد، لما تمر بالظروف الصعبه ديت او الظروف اللي انت كسلان فيها، لما تيجي تسال نفسك وانا في ثالثه ثانوي، هتلاقي نفسك ما عندكش اجابه، لان انت ما عندكش طريق محدد ماشي عليه، فعمرك ما هترجع وتذاكر احسن من الاول. ده اول نقطه. تاني نقطه، انك طول ما انت قادر تتقبل الضغط، طول ما انت هتبقى برنس وتقدر تعيش السنه ديت وانت مرتاح. الضغط عن طريق بقى المدرسين، عن طريق صحابك، عن طريق التلفزيون، لان التلفزيون بيشكل ضغط كبير قوي، او السوشيال ميديا، او عن طريق اهلك. اسمع من كل الناس، مفيش مشكله، بس برضه ما تجيش على نفسك، لان محدش عارف انت بتعمل ايه. اهلك نفسهم ممكن يبقوا عايشين معاك في نفس البيت، بس مش عارفين انت بتذاكر قد ايه، او مش عارفين انت بتحط مجهود قد ايه، او مش عارفين انت بتمر بضغوطات قد ايه. فلازم احاول اتقبلها منهم واعرف ان هما بيقولوها لي عشان مجرد نصيحه، فما كبرهاش عن كده. حتى لو مش هستخدمها في وقتها، هو قالك مثلا ذاكر، حلو، هقول له ماشي هذاكر، حتى لو انت بتموت ممكن ااجلها واذاكر بعدين، بس اوعى تكسفه او اللي هو انت ما تسمعهاش منه. اسمعها منه عادي وطبقها وقت ما انت عايز، ان انت اكتر واحد ادرى بانك عايز توصل لايه وادرى انك قوي قد ايه. والضغط هو اللي بيصنعك وبيخليك كويس وبيبين انت معدنك ايه. في ناس واحد مثلا زهق ومثلا ايه درجاته مثلا قليله في الدروس، او مثلا محصلته الدراسيه نفسها قليله، فكل الظروف ديت خلته كانسان ضعيف مش قادر يقاوم، فالضغط كده خلاه ينهار او كسره، فبين معدنه ان هو كانه مصنوع من ورق. لكن طول ما انت قادر تتحمل الفشل وتوقعت مثلا 20 مره هتقوم 21، فده بيبين انت معدنك مصنوع من ايه، وبيكون شخصيتك بعد كده قدام تنجح في اي حاجه انت عايزها حتى لو بره الدراسه. وكمان في حاجه لازم تبقى انت متاكد منها، انك لازم تؤمن بنفسك وتقتنع ان انت ذكي، تقتنع ان انت بتحط مجهود واثق ومفوض المجهود ده لربنا هو شايفك. خليك مقتنع بكده، اوعى في حياتك تقل من نفسك قدام نفسك. لازم تبقى انت شايف ان انت اقوى حد وان انت اذكى حد حتى لو انت مش كده. تصنعها، انا بقول لك تصنعها، لان مع الوقت هتكون انت. تالت نقطة واخر نقطة حابب اتكلم عليها، ان انت عندك 24 ساعة في اليوم. اعمل كل حاجة انت نفسك فيها في ال 24 ساعة دي، وما تخليش لك حدود. يعني انا همشي اليوم زي ما انا عايز، مش هخلي اي حد في الدنيا يقدر يتحكم يقول لي اعمل ايه او ما تعملش ايه، حتى لو كان المدرسين نفسهم. لان زي ما قلت لك انت ادرى واحد بالمجهود اللي انت بتحطه، وادرى واحد انت عايز توصل لايه. فدايما خليك ايجابي مع نفسك عشان ما تصعبش الدنيا على نفسك وتبوظ عقليتك، لان ده اكتر سنه انت بتكون فيها شخصيتك. واعرف انك كده كده مش هتاخد اكتر من اللي مكتوب لك، فانت مجرد بتسعى عشان تاخده. يعني انت مجرد اصلا ربنا عارف قبل انت اصلا ما تولد انت هتجيب كام في الميه، ولكن انت مجرد ماشي كده تجاه المجموع ده. فالمشي ده عباره عن حياتك او عباره عن السنه دي كلها، فخليها تعدي وانت هادي كده، لان انت كده كده مش هتاخد اكتر من اللي مكتوب لك مهما عملت.
بس ده مش حاجه تقول لك ان انت ما تذاكرش او خلاص بقى انا مش هذاكر كده كده مكتوب لي انا هاخد ايه. بالعكس، لازم اشتغل واسعه عشان اكون راضي بالحاجه ديت وبس كده. Peace out.